نو سوم غير دي انديفيدو ما كنتميو حتى شي جمعيه ولا شي حاجه، ولكن شنو اللي كنديروا انه كنتصلوا بالجمعيات اللي عندها ترخيصات، كنتصلوا بالسلطات وكنجمعوا كاع الناس اللي كانوا ممكن مثلا يمشيوا بطريقه عشوائيه، وكنجمع كنكوليكتيو كاع داكشي اللي ممكن يتكوليكتا، وكل مره كنشدوا الطريق لشي بلاصه. كنحاولوا اننا نشارجوا اكبر عدد من المؤن اللي هما مؤن تاع المواد الاساسيه من الدرجه الاولى، حيتاش كما تنعرفوا كمغاربه خصنا الخبز هو الاول، كاين تنطيبوا الخبز بزاف ديال الحوايج، كاين المناطق ما محتاجاش نطيب لهم قد ما اننا نقادوا لهم نتولوا لهم دقيق الزيت. كما تشوفوا كاين حتى بعض المواد اللي هما ثانويه بحال بمواد داكشي باش اننا ما نطلعوا بزاف ديال الحوايج، كما تنقولوا الفوطات الصحيه بالنسبه للعيالات، حيتاش كاين بزاف، وهذه رساله للجمعيات الاخرين، عافاكم ما تنساوش هذه المساله بالضبط، راه العيالات تعانيوا بزاف في الجبل في هذه المساله هذه. احنا كمغاربه احنا متضامنين في هذا الوقت اللي هو صعيب، وجينا وشفنا المآسي اللي عاشتها هذه المنطقه، وحنا كمواطنين ما يمكنش نشوفوا شي انسان في هذه الورطه وما نجيوش نوقفوا معاه. Comme je suis un peu en contact avec des gens au Maroc, j'ai vu qu'ils ont beaucoup besoin des objets médicaux. Comme moi, j'ai ramené des béquilles.